فروع المؤتمر والجاليات اليمنية تواصل إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الزعيم ورفيقه الأمين وتؤكد السير على نهجهما. مواطنون وأعضاء المؤتمر يؤكدون التمسك بوصايا الشهيد الزعيم في استعادة الدولة والخلاص من الميليشيات. قوات الحكومية تواصل تقدمها في باقم واكتاف بصعدة ودمت بالضالع، والميليشيات تقصف المدنيين في قرية الدير بحجة. الثامنة والنصف بتوقيت العاصمة صنعاء، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم. بألم وحسرة يستذكر اليمنيون يوما أسودا تمثل في إقدام ميليشيات الحوثي الإرهابية على قتل الزعيم علي عبد الله صالح ورفيقه الأمين عارف زوكا في جريمة لم يسبق لها في التاريخ مثيل، لينحدر البلد بشكل أكبر نحو هاوية سحيقة بعد أن دخلت الميليشيات العاصمة صنعاء بقوة السلاح وسيطرت على مؤسسات الدولة وعبثت بمقدرات البلد وأقصت بالقتل والسجن كل من يقف في طريقها أو يعارض مشروعها الطائفي ونهجها العنصري البغيض، ليعقد شرفاء اليمن العزم على تخليص البلد من شرور هذه الفئة الباغية وممارساتها الوحشية إلى غير رجعة. يا جماهير شعبنا، انتفضوا لثورتكم. وانتفضوا لوحدتكم. رفعت الأمين العام والمساعد للمؤتمر الشعبي العام المناضلة فائقة السيد رسالة للسفير أحمد علي عبد الله صالح وعوض عارف الزوكا في الذكرى الأولى لاستشهاد الزعيم ورفيقه الأمين على أيدي ميليشيات الحوثي الإرهابية. جاء فيها: يشرفني ونحن على درب الذكرى الأولى لاستشهاد الزعيم الخالد علي عبد الله صالح ورفيقه الأمين عارف الزوكا أن أؤكد لكما ومن خلالكما لجميع المؤتمريين والمؤتمريات وأنصارهما على امتداد خارطة الوطن الحبيب في الداخل والخارج بأننا ماضون على نهج زعيمنا وأميننا، متمسكون بإرثهما الحافل ومبادئهما الأصيلة وثوابتهما الوطنية والقومية، ولن نحيد عن هذا الدرب الذي اختطه لنا واحد من أعظم الزعماء في تاريخ اليمن، الشهيد الصالح الذي علمنا كيف نحب الوطن وكيف نبنيه وكيف ننتمي له وندافع عنه بكل شجاعة ووفاء وقناعة وإيمان. ثقة بأننا ننظر لكما ومعنا كل مؤتمري ومؤتمرية كامتداد طبيعي للشهيدين، فأنتما فارسان يعتد بكما ويعتمد عليكما في استكمال مشروع الزعيم والأمين، هذا يقيننا بكما وهذا عزاؤنا بعد الشهيدين، وسنكون وكل الجماهير لكم سندا وعونا ومددا. نقول هذا الكلام مع إدراكنا الكامل أن خسارة الشهيدين الخالدين كبيرة والفراغ الذي تركاه كبير، لكن الحياة علمتنا أن كثيرا من الخالدين في تاريخ الشعوب والأمم يرحلون بطريقة ما ويخلفون وراءهم فراغا واسعا وحزنا عظيما، وهذه سنة الحياة. وأيا كان حجم الفراغ الذي تركاه الشهيدان فيقيننا بكما يزداد كل يوم وأملنا فيكما يتعاظم كل ساعة، وثقتنا بقدرتكم في السير بنا ومعنا إلى الأمام في محلها، ونبشركم بأن هذا هو موقف الجماهير العريضة التي تنظر إليكما كمنارتي إشعاع تمنحها الضوء والأمل وقوة الإرادة والثبات. ومن خلال هذه الذكرى، الذكرى الأولى لاستشهاد الزعيم والأمين رحمهما الله، ندعو إلى سرعة إطلاق سراح الأسيرين محمد بن محمد صالح وعفاش طارق صالح وكل الأسرى، مجددين التمسك بحق
حق جميع أبناء الشعب في التعبير عن آرائهم بكل حرية بعيدا عن التضييق الحاصل على الحريات والوسائل الإعلامية وغيرها. في الختام نحثكما على مواصلة السير نحو الأمام بخطى ثابتة كما عهدناكما، فالوطن بحاجة إليكما وإلى جهودكما وحضوركما الكبير والمؤثر في أوساط الجماهير ووجدانهم. رحم الله الشهيدين الزعيم والأمين وكل رفاقهما الشهداء، وشفى الله الجرحى. بالروح بالدم نفديك يا يمن. وكانت مدينة الخوخة في الساحل الغربي وبحضور قائد المقاومة الوطنية حراس الجمهورية العميد الركن طارق محمد عبد الله الصالح شهدت مهرجانا جماهيريا حاشدا نظمه المؤتمر الشعبي العام والقوى السياسية والاجتماعية الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني إحياء للذكرى الأولى لاستشهاد رمز الوفاء والتضحية والفداء القائد الجمهوري البطل الزعيم الخالد الشهيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام ورفيقه الأمين الشهيد عارف عوض الزوكا الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام ورفاقهم الأوفياء أبطال انتفاضة 2 ديسمبر. صباح الذكرى الأولى لاستشهاد الزعيم علي عبد الله الصالح ورفيقه الأمين عارف الزوكا تقاطر عشرات الآلاف من المواطنين رجالا ونساء من مديريات الساحل الغربية للمشاركة في فعاليات المهرجان الجماهيرية الذي نظمه المؤتمر الشعبي العام والقوى السياسية والاجتماعية الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني رافعين أعلام الجمهورية ولافتات وشعارات عبرت عن الاعتزاز بالدور العظيم للزعيم الخالد علي عبد الله الصالح وشهداء الدفاع عن الجمهورية، وجددت العهد على مواصلة السير على دربه، كما حملت عبارات الإشادة بتضحيات أبطال المقاومة اليمنية والجيش الوطني في الساحل الغربي ومختلف الجبهات، والمطالبة بمواصلة استكمال تحرير الحديدة وما بقي من محافظة في قبضة ميليشيا الحوثي الإرهابية الكهنوتية واستعادة الدولة ودفن مشروع عصابة الإجرام الحوثية الظلامية المدعوم من إيران. وتميز المهرجان الجماهيري بحضور رفيع المستوى من القيادات السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشورى وقيادات السلطة المحلية وبمشاركة واسعة لرموز وقيادات المكونات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والنخب المجتمعية ليشكل لوحة وطنية في التلاحم وتضافر جهود مكونات المجتمع وتوحيد رؤى القوى الوطنية وعودة الحياة في المديريات المحررة كثمرة من ثمار تضحية أبطال المقاومة اليمنية والجيش. نائب رئيس مجلس النواب ناصر باجيل أكد في الكلمات التي ألقاها عن ضيوف المهرجان أن رمزا وطنيا بحجم الزعيم الشهيد علي عبد الله الصالح سيظل خالدا في الضمير الوطني وحاضرا في وجدان ملايين اليمنيين. أن رمزا وطنيا بحجم الزعيم الشهيد علي عبد الله الصالح سيظل خالدا في الضمير الوطني وحاضرا في وجدان ملايين اليمنيين ومصدر فخر واعتزاز لأجيال اليمن على مر العصور باعتباره قائدا تاريخيا غير ملامح اليمن في عهده الزاخر بالإنجازات الوطنية العملاقة، فهو يعيش في قلوب اليمنيين وسيظل بتاريخه ناصع البياض ومواقفه البطولية المنحازة لجماهير الشعب ومصالحهم، القائد الذي سيخلد التاريخ اسمه في أنصى صفحاته، ولذا وكل ما عمله من إنجازات وتضحيات استحق حب الشعب، استحق حب الجماهير التي تجاهل اليوم بالعهد والوفاء له.
الذين أعدوا لهذه الفعالية التي تعتبر موقف صادق وشجاع يجسد عظمة الوفاء لإبراز الرموز الوطنية في تاريخ اليمن. نعم، فالزعيم الخالد يعد الأب الروحي لكل اليمنيين، فعلى روحه السلام وكل الشهداء وكل شهداء اليمن المدافعين عن النظام الجمهوري. من هنا وأمام هذا الحشد المهم نقول إن معركتنا لن تتوقف ولن تتوقف أبدا في منتصف مدينة الحديدة. ولن تكون عروسة البحر الأحمر مقسمة كما فعل حزب الله ببيروت. الحديدة لن تكون كما يخطط لها المتآمرون، وعلى الجيش الوطني والمقاومة الوطنية المشتركة أن يتحملوا مسؤوليتهم ويقوموا بواجبهم الوطني والديني بقطع رأس الأفعى ويستكملوا تحرير المدينة ورفع الظلم عن أهلها الذين يعانون الأمرين من هذه العصابة الهمجية، وبات هذا الحلم قريبا إن شاء الله. وفي المهرجان ألقى رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية الخوخة كلمة باسم المؤتمر الشعبي العام والقوى الوطنية، أشار فيها إلى مناقب وإنجازات الزعيم الخالد علي عبد الله الصالح منذ توليه مقاليد الحكم في يوليو 1978. إننا ونحن نحيي هذه الذكرى، فإننا إنصافا للتاريخ وانتصارا للحقيقة. نقول عندما منذ أن تولى الزعيم الخالد مقاليد الحكم في البلاد يوم 17 يوليو 1978 قاد أعظم الثورات، ثورة بيضاء في تاريخ اليمن، واستطاع بحكمته السياسية وبإبتهاج الحوار والديمقراطية إنقاذ اليمن من الحروب العبثية والصراعات الطاحنة والتوجه لبناء اليمن الجديد المواكب لتطورات العصر. المرأة اليمنية كان لها حضور في المهرجان، حيث ألقيت كلمة عن نساء اليمن بالذكرى الأولى لاستشهاد رمز الوفاء والشجاعة الزعيم علي عبد الله الصالح ورفيقه الأمين. قتل الحوثي العديد من النساء والأطفال بالألغام المزروعة في قرانا ومزارعنا في برنا وبحرنا وبقضائف الهول التي تتساقط على المنازل والمدارس، وبرغم ذلك فإن تضحياتنا لا تزال مستمرة. فقد تعلمنا من الزعيم الخالد علي عبد الله صالح ورفيق دربه الأمين حب التضحية من أجل الحرية والكرامة، وها نحن نستنشق عبيرا. استكمال تحرير مدينة الحديدة. ونشد على أيديهم ونطالبهم باستكمال تحرير المدينة وطرد بقايا ميليشيا الحوثي لتعود الحديدة عروس البحر الأحمر بهية مستقرة آمنة ونابضة بالحياة والحرية والسلام. أبناء الشهداء والجرحى كان لهم حضور بارز في المهرجان، حيث أكدوا أن من بذلوا دماءهم وأرواحهم فداء للثورة والجمهورية والحرية والديمقراطية لن تذهب تضحياتهم هدرا، مشيدين بجهود وبطولات قادة العمل الوطني المقاوم. لقد توهم همج الكهنوتية الذين جمعوا كبار مجرميهم لتنفيذ المؤامرة القذرة التي استهدفت الزعيم وأقاربه وقيادة المؤتمر الشعبي العام، إنهم بقتله سيعيدون إنتاج الإمامة بنموذج الخميني، لكن مؤامرتهم باءت بالفشل، وها هم أبناء اليمن بعد عام من الجريمة يواصلون السير على درب الأب الروحي لليمنيين بكل عزيمة وإباء،
وبنفس الشجاعة والبطولة توج بها الزعيم ورفاقه حياتهم يوم 4 ديسمبر 2017. مهرجان وإحياء الذكرى الأولى لانتفاضة 2 ديسمبر واستشهاد الزعيم علي عبد الله الصالح ورفيقه الأمين وغيره من الشهداء ممن دفعوا أرواحهم ثمنا للدفاع عن الحرية والجمهورية يؤكد اليوم من جديد أن اليمنيين هبوا ثائرين لاجتثاث فئة باغية تحلم بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء. وها هو الساحل الغربي يصبح مقبلة للكهنوت، وها هو المؤتمر أيضا يستعيد عافيته من الساحل الغربي ويواصل السير على نهج القائد المؤسس. إلى ذلك شاركت الجالية اليمنية في روسيا الاتحادية بمدينة كازان الروسية الشعب اليمني أحزانه في اليوم الأسود من تاريخ اليمن بإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الرئيس السابق الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ورفيقه أمين عام المؤتمر عارف عوض الزوكا على أيدي ميليشيات الحوثي الإرهابية التي أحالت حياة اليمنيين إلى جحيم وتحاول الاستفراد بالوطن. أحيا فرع المؤتمر الشعبي العام في روسيا الاتحادية بمدينة كازان الروسية الذكرى الأولى لاستشهاد الزعيم علي عبد الله صالح ورفيقه الأمين عارف عوض الزوكا وبحضور كوكبة من منتسبي المؤتمر والأشقاء العرب والعديد من الأصدقاء الروس. الحفل بدأ بوقفة حداد على أرواح الشهداء واستمع إلى كلمة مسجلة للمناضلة فائقة السيد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، أكدت أن اليمن فقدت يوم 4 ديسمبر أحد الهامات الوطنية ممثلة في الزعيم ورفيقه الأمين، وأكدت أن اليمنيين لن ينسوا جروحهم، مطالبة المؤتمريين بالتلاحم ورص الصفوف والإسهام الفاعل في معالجة الاختلالات التي حصلت في البلد والاهتمام بالعلم والمعرفة. كان زعيما قائدا وكان أبا للجميع وكان جميليا خالصا يضع مصلحة اليمن فوق الاعتبار بما فيها مصلحته الشخصية. يوم 4 ديسمبر 2017 أعتقد أن الإقليم مش نحن بس في المؤتمر الشعبي العام وليس اليمن، ولكن الإقليم والمنطقة فقدت أحد الرجال الكبار الذي يمكن أن يكونوا دعاء، يعني أن يمكن أن يكون لهم دور كبير في فجة الأزمة وخلق ظروف وأسباب للحوار وللتفاهم وإحلال السلام في المنطقة كلها. وقلت عشيتها عندما كنت أتواصل مع أطراف عربية في المنطقة بأنه إياهم أن يقتربوا من الزعيم علي عبد الله صالح، لأنه يشكل حالة كبيرة في وجدان الشعب اليمني. إياهم أن يقتربوا الزعيم علي عبد الله صالح لأنه سيفتقدوا إلى غطاء سياسيا. قلت إياهم أن يقتربوا من الزعيم علي عبد الله صالح لأن الأزمة لن تكون فقط في الإطار اليمني بل ستطول المنطقة تبعاتها وتأثيراتها. فيما ألقى عبد السلام الورقي كلمة الشيخ عوض الزوكا نجل الشهيد عارف الزوكا التي أكد فيها ورغم حجم الخسارة التي حلت في الوطن باستشهاد باني نهضة اليمن ورمز الوطن الشهيد الزعيم علي عبد الله الصالح ورفيقه الأمين الشهيد عارف الزوكا وكل الشهداء الأحرار، إلا أننا نعتبر هذه الذكرى ليوم عظيم سيخلده التاريخ في أوسع صفحاته، فقد قدم فيه الشهداء أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل الوطن، ولقد استقبل الشهداء الشهادة بعز وشجاعة وقاتلوا ودافعوا عن الثورة والجمهورية والقيم الإنسانية ضد عصابة كهنوتية لا تعرف سوى القتل والدمار وتظن أن اليمن ملكا لها ولم تعلم بأن هنالك شعبا لا يقبل بالرجعية والتخلف والجهل لا يقبل بالرجعية والتخلف والجهل
وما ثورتي سبتمبر وأكتوبر إلا دليل واضح أن اليمن لا تقبل الوصاية ولا الإمامة أو غيرها. وأكد أن الشهداء وضعوا نهجا سيمضي شرفاء اليمن فيه حتى استعادة وطن 22 مايو، والنظام الجمهوري الذي ضحى من أجله الآباء بالأرواح، متمسكين بقيم وأخلاق ومبادئ اليمنيين الثابتة والضاربة في جذور التاريخ. ودعا كل الشرفاء والأحرار للتمسك والالتحام وبذل مزيد من الجهود ودعم الأبطال المرابطين في جبهات العز والكرامة لاستعادة الجمهورية من قبضة الإماميين الجدد، منوها بجهود قيادات المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج باعتبارهم الأمل القادم الذي بهم سيبنى الوطن ويستعيد أمجاده. الدكتور علي الباردة ألقى كلمة بالمناسبة نقل فيها تعازي أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في روسيا للشعب اليمني والمؤتمريين في استشهاد الزعيم الخالد علي عبد الله صالح الذي أفنى عمره في بناء الوطن حتى نال الشهادة التي كان يتمناها، وبجواره رفيقه الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا الذي مثل نموذجا للوفاء والتضحية والفداء وضرب أروع صور الوفاء والإقدام بمواقفه الوطنية الشجاعة. كلمة الأشقاء والأصدقاء الذين حضروا الفعالية ألقاها آية الله إسماعيل من دولة طاجكستان، ترحم فيها على الزعيم علي عبد الله صالح ورفيقه الأمين. فيما تحدث رئيس فرع المؤتمر في مدينة كازان الروسية محي الدين الخالدي عن تاريخ ومجد الشهيد الزعيم والأمين العام الزوكا، معتبرا أن 4 ديسمبر سيظل يوما أسودا أدمى قلوب اليمنيين، وأكد ضرورة التزام الجميع بوصايا الزعيم والسير على درب الشهداء. تخلل الحفل عرض فيلم وثائقي عن الشهيد الزعيم ورفيقه الأمين تناول مآثرهما وتضحياتهما الجسيمة. وفي ماليزيا أحيت الجالية اليمنية ذكرى استشهاد الزعيم علي عبد الله صالح ورفيقه الأمين عارف زوكا، وعبرت الكلمات عن التمسك بوصايا الزعيم محيين في الوقت ذاته المقاومة اليمنية والقوات الحكومية. أحيا نخبة من الأكاديميين وطلاب اليمن في ماليزيا الذكرى الأولى لانتفاضة 2 ديسمبر المباركة التي خرج فيها أبناء اليمن انتصارا للثورة السبتمبرية الخالدة ولطريقهم الجمهوري الذي عبده الأحرار بدمائهم الزكية في كل ساحات النضال والتضحية طيلة 5 عقود من عمر الثورة المباركة. والذكرى الأولى لاستشهاد الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وأمينه العام الأستاذ عارف الزوكا. وخلال الاحتفال الخطابي الذي حضره قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بماليزيا أكد الدكتور محمد النصاري إن ديسمبر سيبقى شاهدا على عظمة الرجال والموقف والتضحية، وإن الأعمال البطولية للشهيد الزعيم والشهيد الأمين في سبيل السعادة وتطهير تراب الوطن من براثين الكهنوت ستؤتي أكلها عما قريب، مؤكدا إن شباب المؤتمر سائرين على خطى الشهيدين في الدفاع عن مكتسبات الجمهورية والوقوف ضد كل المشاريع الدخيلة على شعبنا اليمني والداعية إلى تمزيق لحمة ونسيج الوطن، جاعلي من تضحية الشهيدين إضاءات في طريق النضال كخيار وحيد من أجل الحرية والكرامة والعزة وكسر الخرافات والاستبداد والعنصرية المقيتة. من جانبه ألقى المهندس عمر الحطابي كلمة عن شباب ديسمبر بماليزيا، أكد أن انتفاضة 2 ديسمبر التي أعلنها الشهيد الزعيم من منزله حاملا بندقيته مدافعا عن الجمهورية من جماعة إرهابية تخريبية ناقضة للعهود والمواثيق، فجرت المساجد والمنازل واحتلت مؤسسات الدولة ورفضت التحول إلى حزب سياسي سلمي، جاءت بعد تمادي الميليشيا بتجويع الشعب وتسببها بحرب داخلية وخارجية أدت إلى كوارث إنسانية ودمار في البنية التحتية. وأكد الحاضرون تمسكهم بوصايا الزعيم في مقاومة الظلم والمحافظة على مكتسبات ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين ودحر الكهنوت الرجعي الإمامي الحوثي، محيين في الوقت ذاته جنود الجمهورية في جبهات الشرف والبطولة الذين يحققون انتصارات على ميليشيات القدر والخيانة الإرهابية.
وقد أكد مواطنون أن انتفاضة الثاني من ديسمبر كان لها أبلغ الأثر في زعزعة صفوف الميليشيات الإرهابية، تجلى ذلك في معركة الساحل الغربي واشتعال الجبهات الأخرى في وجه الميليشيات الحوثية، وأشاروا إلى استمرار النضال حتى استعادة الدولة. استشهاد وطن هي الذكرى الأولى لاستشهاد المناضل الزعيم علي عبد الله صالح ورفيق دربه الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام المناضل عارف عوض الزوكة. سطر أروع الملاحم البطولية. عارف الزوكة لا يمثل شبوة فقط بل يمثل الوطن بشكل عام. عارف الزوكة هامة وطنية بحجم الوطن بحجم اليمن بحجم الجمهورية والوحدة. جينا اليوم للمشاركة في حفل الذكرى الأولى لاستشهاد وطن استشهاد الزعيم علي عبد الله صالح والأمين العام للحزب المؤتمر الشهيد عارف عوض الزوكة، تجسيدا وحبا لمحافظة شبوة لهذه المحافظة البناءة التي لطالما وهي تنجب من هؤلاء الرجال. الذكرى الأولى لاستشهاد وطن ممثلة في فخامة الزعيم ورفيق دربه الأمين العام رحمهم الله وجعلهم شهداء بإذن الله تعالى. لقد توافدت اليوم جموعا كثيرة من مختلف أرجاء اليمن وليس من شبوة فقط، وذلك للسير على درب الشهيدين وعلى نهجهم، وإن شاء الله أننا سائرون على الدرب. اليوم الذكرى لاستشهاد وطن للزعيم علي عبد الله صالح ورفيق دربه الأمين العام الشهيد عارف عوض الزوكة، وأن اليوم حضرت من جميع الطوائف محافظة شبوة ومن خارج المحافظة بالطبع، من سلطة محلية ومن قطاعات شبابية ونسائية وهذا لأحياء الذكرى رحيلهما، وهذا إنما دل على محبة الزعيم علي عبد الله صالح والرمز القيادي عارف عوض الزوكة الذين استشهدوا في فداء الوطن، وحنا ضربهم على المشاء والوفاء في شهادهم في الوطن، وأنهم غالين عينا شموخا للبلاد ورمزا لقيادة الوحدة اليمنية والأخوة والشرف. 8 ديسمبر هو دعوة الزعيم رحمة الله عليه بالانتفاضة ضد الحوثة وضد الميليشيات الحوثية، وطبعا في هذا اليوم يعني تعرض النساء إلى انتهاكات وعنف ضد النساء. انتفاضة ديسمبر كان لها أثر كبير في تفتيت تجمع الحوثة وزعزعة صفوفهم، وحيث قامت القوات المسلحة سواء بالساحل الغربي أو بصعدة أو بمارب أو يعني بإضعاف هذه الميليشيات الإرهابية وتفتيتها والنيل منها وإضعاف سلطتها في اليمن، وإن شاء الله نشوف زوالهم قريب بإذن الله. هذا الميليشيات التي تربت على الحق الإلهي ولا ترى في اليمنيين إلا عبيد ورهينه لهم، هذا ما تعودت عليه من زمان، وهذا هو حكم الأئمة. فما قام به الشهيد المناضل علي عبد الله صالح هو انتفاضة على تلك الميليشيات ووقوفه إلى جانب الحق وخروج عن تلك الميليشيات وخروج عن التحالف معهم، هو خروج للصدق والأمانة والوجاهة ورفع حماس اليمنيين الذين تعرضوا لإهانات في عهد تلك الميليشيات القبيحة ولا زالت تمارس أعمالها القبيحة وأعمالها المشينة إلى يومنا هذا. لذلك على الشعب اليمني بأكمله الموجودين تحت سلطة الحوثي أو في أماكن تسلط الحوثي عليهم أن يقوموا بما قامه ما قام به الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح من خروج على تلك الفئة الضالة الفئة الإيرانية. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين. فروع المؤتمر والجاليات اليمنية تواصل إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الزعيم ورفيق الأمين وتؤكد السير على نهجهما. مواطنون وأعضاء المؤتمر يؤكدون التمسك بوصايا الشهيد الزعيم في استعادة الدولة والخلاص من الميليشيات. لقاؤنا في 11:30 على خير في أمان الله.